هتكلم مع مستر مانويل جوزيه في الفلسفه العامه للتدريب من وجهه نظر مستر مانويل جوزيه، او الفلسفه اللي اتبعها مع النادي الاهلي. لكن لما ناخد وائل رياض شيتوس ازيك يا ميدو؟ منور الدنيا يا شيتوس حبيبي يا ميدو. Did you remember شيتوس؟ Of course I remember. وائل شيتوس نجم الاهلي، نجم الاهلي ونجم مصر ومدرب المنتخب الاولمبي وحبيب قلبي. اهلا بيك يا كابتن وائل. ازيك يا ميدو، اخبارك ايه؟ طبعا ربنا يخليك. بمسك على مستر مانويل. طبعا يعني ابويا وقيمه كبيره في النادي الاهلي، وعمل يعني تاريخ كبير لينا جوه النادي، ومبسوط جدا ان هو موجود معاك يا ميدو. الو، اتفضل. انا معاك، اتفضل يا نجم. بس وطبعا بتمنى لك انت التوفيق بقى كمان. ربنا يخليك يا رب. حلقه ناريه اعتقد بعد الحلقه دي يا ميدو، يعني هتكسر الدنيا بقى. ربنا يخليك يا ربنا يخليك يا رب. اكيد كل الناس وحشه مستر مانويل جوزيه، وطبعا انت محظوظ انت شغال معاه كمان في دجله وائل وعشيرته فتره كبيره جدا. قول لي اهم النقاط اللي اتخذتها من مستر مانويل جوزيه، او اهم الحاجات اللي حبيتها فيه او اللي اثرت فيك كوائل شيتوس. لا بص، مستر مانويل علاقتي بيه طبعا علاقه قديمه جدا من 2001، فانا حافظه كراجل مخلص جدا في الشغل بتاعه، وبيحب يعمل كل حاجه باتقان شديد. يمكن كمان بقى لما اشتغلنا في دجله الفتره اللي فاتت، يعني فعلا ما بيسيبش حاجه كده للظروف او لا، يعني مركز في كل حاجه، بيشتغل بضمير جدا، بيتكلم في كل صغيره وكبيره. يعني بجد اهم ميزه الاخلاص دي، اعتقد ميزه مهمه جدا، وشايفها في مستر مانويل الفتره اللي فاتت كلها. تعرف في مستر مانويل طبعا انت اكيد ليك مواقف كتير معاه كان حازم جدا لكن كنا بنحبه جدا، اكتر موقف خفت من مستر مانويل جوزيه فيه كان ايه؟ اكتر موقف خفت من مستر مانويل، لا خلي بالك احنا يعني هو كان محقق، كنا خايفين منه على طول. لا مستر مانويل تحقق معاه المعادله الصعبه، اكيد هي اكيد انت تحترمه وتحبه، اكيد معادله صعبه جدا، اكيد كان من القليلين اللي قدر يعمل لنا الكلام ده. دي حقيقه، انا قلت كده فعلا. يمكن 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 مستر مانويل يعني كان صديق بشكل كبير جدا، كان ما كانش فيه خوف فعلا، كان فيه احترام. قول يا حسن، ما كانش فيه خوف فعلا، كان فيه احترام. بالظبط بالظبط. لكن مش عايز تقول مواقف. حسني قال لي بالظبط. فبقول لك ان انت مستر مانويل كان صديق شخصي لكل الناس، يمكن كل اللعيبه كانت بتتكلموا في مشاكل شخصيه. انا يمكن من الناس القليله جدا مستر مانويل اللي هو بعد حتى ما ترك النادي الاهلي كنت بكلمه في كل صغيره وكبيره في حياتي، الخطوات اللي هاخدها اقبلها ولا ما اقبلهاش، الكلام ده كله. يمكن يا ميدو اللي الناس ما تعرفوش ان مستر مانويل جوزيه هو اللي اصر، يعني هو قال لي لازم تخش تدريب، وانا كنت شغال في الاعلام. وانا كنت ساعتها شغال في الاعلام، انما هو قال لي لا انت هتبقى مدرب كويس بس مش التدريب. هو طبعا وائل انا مش عايز اقول لك، انا يعني عن نفسي فرحان قد ايه ان انا معايا شخصيه عظيمه زي مستر مانويل جوزيه، كل الناس فرحانه بيه. انا بشكرك جدا على المداخله بتاعتك كابتن وائل شيتوس، وكل التوفيق ليك في الخطوه اللي جايه ان شاء الله.